جميع الاحرار، مرحبا بخوتي المغاربه كاملين اللي معنا هنا اليوم. غادي نعاود نرجعوا لذاك الموضوع ديال السلسله اللي كنت وعدتكم بها واللي راه بديت فيها درت فيها شي حاجه ديال الثروات ديال المغرب اللي كتمشي للدول الاخرى يعني الافريقيا. اليوم غادي نهضروا على لا غيني كوناكري، ياك، وتا هي نفس الشكل. عرفتي راه كل دوله، راه كاين الخوت شي 10 ولا 12 دوله في افريقيا كلهم شادر فيهم نفس الشكل، السبيطار ب 160 مليون ديال الدرهم، يعني فورماسيون سونتر دو فورماسيون سميتو بلي فيليير ديالو 21 فيليير. هنا فهنا درناهم كثر كاع، هنا صاوب لهم كاع حتى البرلمان بناه اليوم وسماه محمد الخميس. في كل شيء وجالس كيتبرع عليهم شي حوايج وشي حوايج بيان سور اللي هي ديالو، فين كيلقى فين يهرب الفلوس. نفس الشكل حتى هادوك دابا الرؤساء ديال افريقيا يعني بحال كابون، راه كلهم في المغرب وكلهم مهربين فلوسهم للمغرب، عندهم عائلاتهم في المغرب كيعيشوا كي الفيلات في طريق زعير، فهمتي؟ دونك هذا هو اللي سميتو. دونك غادي نمشيو نشوفو هما بليزيور اكور ايزون ايتي سيني، ياك. هادو راه سينا معاهم في واحد المره شي 24 اتفاقيه و 42 اخرى اتفاقيه من موراها، واكثريه غير كيعطيهم في كل شيء. التصاور راه محيدينهم بزز هادشي اللي كتشوفوا غتشوفوا ديال التصاور، راه هادشي اللي لقيت، لان نفس الشكل ديال المناجم مشاو كيحيدوا في التصاور كيحيدوا في كل شيء، لان عرفوا دابا بان غنمشيو نبداو نهبشوا نبداو نحفروا في هاد المسائل. الوغ التصاور كلهم محيدينهم طايرينهم ما كينشروهمش، بزز باش غادي تشوف داكشي اللي غادي نوريك. لقيت انت بحال دابا فاش كدير هو محمد سايس اونكيني راه كيخرجوا لك هادشي، ياك، ولكن راه فاش كتدخل ليهم سي دي زارتيكل كل واحد شنو مكتوب فيه، ولكن التصوير والو قليل. شي واحد عرفتي راه باش نجمع لكم واحد 4 ولا 5 تصاور، راه انت شوف شحال الباج، شحال 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 تقريبا الباج اللي حال، فهمتيني؟ باش يلاه نجبد لك داك، فهمتيني؟ بلاتي شوف اوسانستالوغو هادي هادي تي هاد كاين بزاف ديال فين انستالي في كيني. محمد راه كيتي سي تافومي ديال الاكسون دو كيني بيساو، غادي بيساو دوزيام ايتاب افريكان، خلينا هذا تنرجع عليه شي نهار. ما عليناش ندخلو في الموضوع ديالنا، ياك. بعدا قبل ما ندخل الله يخليكم، حوايج مهمة يعني كل التعاطف يعني مع هاد الأوية وبنت أخرى، بنت صغيرة سرقوها، اللي شافها في شي بلاصة ولا كيعرفها ولا سميتو حاولي تصل بدارهم في 06-84-34-19-22 ولا يعيط للبوليس، داك البوليس الزوين اللي عندنا. هذه من جهة، من جهة أخرى كل التضامن والتعاطف مع مول الحانوت، مول الحانوت الخوت اللي نسيتوه ولا حيت ما معروفش واقيلا مسكين، ما يعني ما كيديها فيها حد حاجه ماشي بشهور بحال دوك الاخرين، اللي مع العلم ان اللي كان كيقول هذا السيد ما كيقولوا لا المهداوي ولا الزفزافي، شكون هم فاهمين؟ اللي قال شي حاجه دخل الفيديوهات ديالو من وسط المغرب ما تسمعش كيقول الملك مباشره، بلا ما تبقى تجي دير ليا فيها انا هنا داك. اما الزفزافي شنو كان كيقول؟ عمرو تخاطب حتى الملك مباشره قال لي شي هضره، كيبدا يقول لي بحال عمر كما عمر، بغينا سبيطار بغينا هادي بغينا حسنات. هما ناس اللي كنت تسمع الهضره اللي كان كيقول وصل المغرب تبقى حال فمك، وما كتعطيهمش قيمه، وكتعطيو قيمه لوحدين اخرين اللي 700 عاشه وما نعرفش كيديروا فيه. تجزئون الى الملك، ادي على الرجوله كي داير عند المغاربه، الله يلعن جذبوها الرجوله يا خويا، ياك الى المغاربه. اوكي ندخل في الموضوع ديالنا كيف قلنا، هذا هو سميتو. دونك نمشيو نقلب لكم نجبد لكم السبيطار، لان حتى السبيطار غنجبدو لكم الف ماكيت. هذا فاش مشى الشن الجامع، حتى هما جامع، كلشي جامع، كلشي الف نسخه من القران، كلشي فورس دو فورماسيون، كلشي سميتو. غادي يزيدهم حتى 100000 طن ديال الفوسفات فابور علي،
انا الفوسفات اعطينا عباد الله حتى اللي سي عطيف عباد الله حتى اللي بغى نجبد لك في الاخر بليزيور شونتي ايزون ايتي اوفير. ها هو هذا عاوتاني التصاور في سميتو التصاور دابا اللي جبدهم لكم تشوفوهم فهمتيني ملي شد الجامع وها الجامع ملي تبنى عاد مشى حلو وها هو السبيطار فهمتيني اللي في لاباكيت شو قداش السبيطار اخويا شوف السبيطار قداش بلا تا مكتوبه اللي قلنا الجوامع يعني داك الشيء راه سبعينيات باج حليت كنقلب في لي زارتي كنقلب هذا حاجه اخرى صداع 700 مليون عطاها باش يبني الجامع في فرنسا الاسوسياسيون كوم سا دير المغاربه ما عندهم تما ياكلوا في كاشا هو دير ساعتين ها هو هي هذه اللي كنعطيها هذه حاجه اخرى كنجيو العائله بغيت نجيبها ها هو اوكي لي فيت اكور اون تي سيني في 2014 20 اكور ياك كيشملوا كل شيء وغيصاوب لهم حتى المدينه عباد الله غيصاوب لهم الواد الحار الماء الصالح للشرب الضوء كيبني لهم ولد الكلبه كيبني لهم هادشي اللي زعما محمد السادس زعما باش يعترفوا ليك بالصحراء واش شي هذيك صحراوه صحراوه شي كنتي كتبني لهم هادشي في بلادهم وما تحتاجش كاع ما يعترف لك حتى شي واحد هما يقولوا لك اش هما ولكن باش تستعبدهم لا انت كتفضل دي فلوس ومرزقهم ومرزق المغاربه دين دول اخرى رشي ليه شويه عطاهم شي شويه فهمتي وبلس مع راسك تخرج ودخل انا لقيت يد بوعه حالين فهمهم ناعسين كيتسناو الوعي مزن من السماء ولا شي وحدين فهمتي لا ما تشوف ولا بحال هادي كيقول لك مع شي وحدين اخي تشفير راه متتبعينك ديالك مسلمين ما مسلمين يا خويا مرحبا انا مع المجرمينش عليك ياك ولكن اخويا ما كنتيش كتفهم المشاكل اللي سببها الدين راه ما عندنا ما نديرو بيك بصراحة بغيني مكراني انت مالك اصاحبي حتى العيالات كاين عيالات اللي كيرشوا عليهم رصيد وجههم كون تشوفهم كون هربتي كون تخلعتي فهمتي علاش؟ حيت ما دايرهاش الحجاب وما تجيش تقول لي لا لكم دينكم ولي ديني وديك الهضرة لان ديك هضرة اما على الواقع على حاجة أخرى راك شفتي هذاك الميت شنو داروا ليه في المغرب ولا لا؟ سوريا براسها ديك الناس خرجوا نهار الاول كيطالبوا الحريه الديمقراطيه بحالكم في المغرب ها كيفاش تولات وتحولت الى دوله اسلاميه والخلافه الاسلاميه ولا فيها ها داك الشيء تشوف ما تجيش تقول لي اخويا هاد المسائل لان سهل هاد المسائل ولا سيما الناس اللي هي تعتقد انها كتمشي في هاد المسائل هادي هاي اللي قلتها شوف وماشي وحده شرا في ايران عيالات زوينات هادي حيت ما لبسش الحجاب يرمي عليها لاصيد وجهها يخمجها هكاك عادية عندكم المسلمين وما كنتش تقول ليه علاش كدير السي محمد تآمن ولا ما تآمنش هذه ما تقدرش تقولها كتعرف تاش فين؟ تاش فين حنا راه عزيز علينا متبعينك هي ولكن الناس صعيبين بعد من الاسلام وديك الهضرة علاش باش باغي تزيد القدام راه بالانتقاد باش الناس زادت القدام انت ما قد انت مازال ما قدش كد شكون الحريه اللي قاسك الطالب انت اصلا شكون الحريه اللي كتقول الحريه الديمقراطيه سميتو شايف شنو الحريه عندك اخويا يتسد لينا حنا فمنا وانتم الخرافيين البراقيين يجلسوا ينشروا في الدين وهم من حقهم وانا ماشي من حقي ها اش تستطيع عندك ولا من حق الدوله دير قانون زعزعة عقيدة مسلم تخشي بيه عباد الله في الحباسات وانت انا اخر فاش كتقولوا بسم الله ما كتزعزعوا لي عقيده ديال الملحد انا علاش ديروا لي قانون انا ديال عقيده ملحد واحد كيبعد الفيران ديروا لي قانون ديال احترام الفيران حيت كيامن في الفيران والاخر كيامن في البقر ولا كيعبد البقر ديروا لي حتى هو علاش كذبحوا البقر ديروا لي حتى هو قانون زعزعه بقره عشتي شتي الحق ديالك وانت ما قدش تهضر حتى في عندك مواضيع اللي هي طابو مثلا حتى هادشي ديال الكبت البيدوفيليا الاصل ديالها منين جاي ها انت ما قدش تهضر في هاد المسائل كيفاش بغيتي تحسن الوضعيه ديالك ها فقول لي اخويا كيفاش بغيتي كيفاش بغيتي انت ما عارفش فين هو المشكل ها كتسمع شي حاجه كتبدا تقفقف ناري تشدك الرعده سير خاطئنا اتساع حنا راه ماشي نبريو دوله خرافيه راه ما خرجناش
نضلوا من اجل الخريف باش تكونوا فاهمين، حنا خرجنا نضلوا من اجل دوله حداثيه بحال هادشي كتشوف في اوروبا. ها هو كتموت من اجله في اوروبا، تجي ربك في البحر كتعوم ولا ما عرف شنو باش تجي ليه. ومني يقول بلاد باش نديرو في بلادنا باش ما يبقاش هادشي، تبقى عليه داك الحمق ديالك. وعلاش؟ لان الدين، الدين هو سبب تخلف ديال الامه الاسلاميه كلها كلها. دراسه بلا ما يجي شي واحد يكتب ليا وهذيك الامارات والسعوديه هي هما راه مزيانين في التنميه البشريه، علاش؟ البترول فلوس، ولكن دماغهم دماغهم وصل لديك المرتبه، كيصنعوا شي حاجه، عندهم شي حقوق انسان كيف الناس، عندهم شي حاجه والو صافي. راه عندهم السبيطارات، علاش؟ على الفلوس. هذوك مازال شويه قالوا ناكلوا ونوكلوا ودير عباد الله. حتى القطر، حتى القطر اللي جا عندي القطري قال لي حنا كنا بحالكم كنتعرفنا، قلت لا حنا كنعطيونا 3000 دولار كل شهر من البترول، خدام ولا ما خدامش. عاد شي اخر الدوله بغات تتزوج تعطيك ارض، تعطيك 300 مليون باش تبني الفيلا فيها، باش المسائل كلها كتجي كتعطي الدوله. حتى كيعطيو كيعطيو كان ابرز المغربي اللي باقي ما ساكت صاحبي كرامتك. وهي هادشي الشيء، هادشي بوحده اللي مشى لافريقيا راه يبني المغرب اصاحبي. ترى الحماق ديال الفلوس ديال افريقيا الخوت، وانت راك في دار غفله، انت انت كتسنى اللي كيتسنى الله اللي يصيفط له شي وحي ولا طير ابابيل ما نعرف. وهذا غيبقى علينا مسكين كيف العاده، سلسلة اخويا لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه ما تحل لك حتى شي مشكل، راه ما غيحل لك المشكل الا تخرج تواجه مع النظام. هذا هو اللي حل لك المشكل، ومع هذوك المظلمين اللي كيغمسوا مزيان في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. فهمتي؟ دابا خسر انت اخويا هنا تري بلاتي نزيد نكمل لك باش هذا محمد فيزيت اون كيني تا هو سي توجور لا ميم شوز، ولكن راه ملي كتدخل ما كاينش التصاور، كيدير لك شي حاجه هكدا ولا لا، ما كيبينوش لك لو بروجي، ما بقاوش كيعطيو الفلوس، حطوا لك الفلوس شحال ولا قليل قليل، كيعطوك كيلكو زانفورماسيون. كيمشي عندهم شحال مرة لكيني ولا هاد البلايص ها هو وفين سيرو افري كيني، بلاتي اخويا نمشي نجبد ليك داك الشيء. اوكي هادي هنا، اوكي هنا فاش سينا ولا كوخ هادشي حتى لهنا لهنا في 2017 اللي فيه 42. هانت اخويا اش غايدير ليهم؟ قال لك سيدي كونفونسيون غولاتيف على ميزا نيفو دو لا فيل كوناكري، المدينه كلها غايدير لها ميزا نيفو، ميزا جور تقعد تصاوب تقعد كلها. انت مالو ما يصاوب هاد الشيء في المغرب؟ مالو ما يصاوب هاد الشيء في مدن واحياء وقرى اللي ما فيها حتى حاجه من داك الشيء اللي دار لافريقيا؟ ولكن حيت انت رخيص المغربي كتصبر في حقك، كتسكت على حقك، كيجي كاع الكلاب ديال العياش اللي غيدافع على هاد الشيء. العياش راه خص بهم الاعدام الخوت. غنقول لكم واحد المساله، راه خصكم دابا تبداو تنظموا ديروا مجموعات في كل مدينه في كل بلاصه، ولو من الناس اللي صحابك العائله الناس اللي كتعرف اللي كتيقوا فيهم جيجوا تدخلوا معاكم براني، ولو ديروا مجموعات فيها جوج ثلاثه اربعه خمسه وبداو تجمعوا في كل بلاصه في كل مدينه، فهمتيني؟ وخرجوا عليكم العياشه باش نعطلوض العياش المواجهه مع العياشه. راه العياش راه ما غيعيش معاك، انا نقول لك من هنا العياش ولو تخليه ودير للجمهوريه راه غيبدا يدير لك الثوره المضاده وغيدير لك المشاكل، ما غيخلي ما يدير لك، لانه دائما كيحلم يرد الملكيه. راه شحال من جمهوريه جات اخوت، شحال من جمهوريه جات ياك وعاودت تسقطت ديك الجمهوريه ورجعت الملكيه وتشي طرف الانجليز، ياك سقطوا كاع الملكيه وجات داروا الجمهوريه الاولى ورجعت عاوتاني مره اخرى نفس الملكيه اللي كانت من قبل وكانت سميتو، وجات ملكيه اخرى هي اللي سقطات هذيك اللي في الانجليز. كونفونسيون دو كوبيراسيون ميز اون بلاس دو بروجي داغريغاسيون اي دو برودكسيون مايس، حتى في لو مايس حيت هما اكثر عندهم لو مايس كي برودوي بزاف فلاحه في كل من هي حاجه. كرياسيون دو سيستيم دو كاداستر، يقول لهم حتى سيستيم دو كاداستر ما كما درتي حتى للمغاربه في العربيه سميتو ديروا لهم هما. ولكن اخر الغلط ماشي ديالو، الغلط ديالك المغربي اللي سمحتي في حقك، انت بغيتي تشوف اختك كيجي وين يكون قدامك وساكت وصار فهمتي. ها هو انا كوبيراتيف تا هو السيكتور اغريكول غيدير لهم فيرما فيها 300 قطار يعمرها لهم بالكار ربع
يلاه كونوا تمتشعوا مع راكم مع راسكم مغرره حمير ماشي ديالهم هذا الشيء واخا فلوسهم رزقهم يعيشوا بوحدين اخرين يداو بوحدين اخرين انت موت تما انت موت انت هذا اللي يجي ملي تموت راه يتكفل لك بدفين ويجي كما نطلب الله الدعاء والسلوان وإنا لله وإليه دنيتور واللي الله عوضكم فيه وصافي سالت اخويا ما على كرشك ستعاود عليهم وجلس بقى خرافي مع راسك زيدك اخويا اهم من غونديوم دونطود او ماتيغ داسيستون تكنيك داسيستون تكنيك يدير اليوم هكا اخويا لا كونفونسيون دو بروجي غراتيف او بروجي داسيستون ليكيد دو رافيد دو كرون اللي كنا قبيله الاول الحار وسميتو المسائل الاخرى ها هي بروتوكول داكور فورنيتور دو 100,000 طون 100,000 طون عرفتي هذه بوحديها صاحبي و 100,000 طون دي الطون راه كيسوى 5,000 درهم ودي لعيبه اللي حسابي راه دي بوحديها 100,000 طون في 5,000 درهم وشوفها شحال من مليون تما ديال الدرهم شحال من مليار يعني هادي اخا ما زيدش تعطيها لذاك الشباب اللي مقود عليه اللي جالس كيكريسي ويمشي ما عارف شنو يدير ويمشي يديروا مصائب كحله وما عندوش جوج فرانك جيبو حتى باش يخلص قهوه على بنت يمشي نكحها الا بغى ينكحها باش ما يمشيش ينكح الدراري الصغار وما يمشيش يديروا مصائب كحله انت سبب هاد المشاكل كلها محمد السادس انت الشعب فقرتيه جهلتيه ما قريتيه ما توزع ها النتيجه وفي الاخر دابا جاي دير بيبليسيتي على ظهر الناس فهمتي انا استغرب كيفاش شي كلاب ديال العياشه وعند بوكم الفم تجبدوا لادساس لادساس راه كون يعرفوا الواحد شحال كيصور في هادشي راه يحشم لان اصلا كاع دوك لي دوكيمونطير وداكشي اللي ماشي ديالي ما كيعطوكش المونيتيزاسيون فيه وحتى هادشي اللي هو ديالي انا شحال من مره كندخلها فوطه ولا شي تخربيقه كيسقوا ما قابلينش ديال المونيتيزاسيون فيه وعلى حساب هاد لي فيو اللي كنوصل ليهم انا يا ودي يا ودي بغيت ادسنس يكون ادسنسك وكتخليو اللي كيضربوا المغرب صحاح وكتخليو الثروه ديالكم فلوسكم اللي خصكم تهضروا عليها اللي كيدي لكم سيدكم ويفرقها ويعطيها لوحدين اخرين فابور ياك ما كتهضروش عليها كتهضروا على فلوس حزقه يعني يمكن جات قارن شكي دي سيدكم مقارنه مع شكي نخلالهم وبحال كتقول بحر مع نقطه بحر مع كتقارنوا مع نقطه ياك هادوك اللي هما فلوسكم ديال بصح ما كتهضرش عليه كتهضر على فلوس ديال الله دساس جوجل هو اللي غيعطيهم ليا في حاله ملي شفتي لابيب شحال فيها فيها ريال ان سنتيم لابيب الى شفتيها هادي تا هي تابعني عليها العياش يا ولد الحرام والمرايا اللي كيدي سيدك صح اللي هما ديالك انت الا دويتي معاهم عليهم جات معاك ديالك هامرين ديهم لواحد الاخرين هامية باش عارف راسك تويزان لاش باش عارفوا راسكم راه ها الخوت والله كنهضر معاكم بهضره ديال المعقول واللي ما تيقش هضر تيسير اقرا على التوارات سير تشوف الثروه الفرنسيه راه الناقص راه خاص تحط ربها راه القصة تبقى هنا والراس يمشي يتلاح ما باله هادي إلا بغيتي تبني دولة ديال المعقول أما ما تقول لي هذيك اللعبة ديال نجيبو الشفار يسود ولا يحكم واش باغي دير تا اش باغي ديرو يا بغلمانيين يعني نتوما الشفار اللي نهبكم لي 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 كريمين بما تحملوا الكلمة تا باغي تجيبو يسود ولا يحكم خصك تكون مسطح يا صاحبي خاصك تكون هبيل اصاحبي باش تقول بحال هاد الهضره نورمالمون الشفار اش كيديروا لي في الدول واش كيديروا هنا السياسه ديال ريحكم ولا كيتحاسبوا معاه ويديو يماه الحبس ما عرفتش ها نتوما الشفار الكريمينال القتال اللي كيجلسنا على القراعي لي 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 لي, لي بزاف باغي نجيبو ياسر ديال ريحكم الله عطانا وجهكم خلى الاخر عجبك من الاخر هادشي بزاف راه طلع ليا انا في الراس هادشي ياك 100,000 طون دونكر هادي هادي ما تعطاش ولا ديال البلاد ها كيكرهكم يا المغاربه راه قلت لك كيكرهك راه ملي كنقول لك واحد الهضره تيق بيا خويا ما كنقولش لك راك هكا راه كينتقم منا راه كينتقم من جدود جدود جدارو الجدود الطاسيل تبو مع العلم راه جاب لهم فرنسا وطحنهم وقتلهم وخلى ما دار فيهم ونكحهم وباعهم سيدو راه مازال كينتقم منكم اصاحبي شنو اخويا بغيت نقول لهم انا كوبري فيزا بغيت نقول لهم
100000 اكزومبلير ايه في الجامع 10000 اكزومبلير ديال القران 10000 وتدير ليه غير شحال يديروا ليه القران تاعو 50 درهم واضربها في 10000 شوف شحال ديال الفلوس واش ما زيداش في المغاربه زيد عليها خرج الجامع اللي تبرع براسو شوف شحال من مليار تما ما بغاوش يديروا حتى الرقم يلا زيد اخي افون سون ديبار لا كوت ديفوار هادشي راه دار كيف قلت لك راه 12 مره داكشي اللي سمعتي في فيديوهات اخرين راه دار 10 ولا 12 مره حتى 12 مره في 12 دوله كل وحده دارت لها هذاك الشيء خا يديروا هرب فيها الفلوس ومازال كيهرب وتبقى ساكت تسنى السنه يجي يديروا لك اه ودخلها على الخط غضبه ملكيه وانت كتشدك ما نعرف شنو لحقوا عليك المهم سيت فيزيت واش حنا امك نخلصوا 300 مليون في النهار ياك في الشهر نخلصوا 720 مليون في النهار على القصور ديالك باش دير امك تمشي تخدم اليوم ايوغ وانت راه ما لقيتيش والله امك ما لقيتي البشار اللي هو بشار لقيتي الحلوف حلف امك الضبع الخايف فهمتي ويقول لك عاش من الفوق اما اجي دير الطاري ولا اجي دير انا الفلوس الاوروبيه والله يا خويا بالصفة صاحبي باش واش هو مغربي كي كيدويكي مدير كيتمسكن ولا وها وهذا وحتى داك اللي وليتكم فهمتي في داك السنين داك بو 20 جالس كيقول لهم لا 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 يشرفونا وين جالس يخشف ديال امك الكراعي وشريك في التراميك وخواتك كيبيعوا من السواعد يجيبوا ويلقحوهم قدامك وخوتك وخواتك لا يشرفونا اي شرفي فو تفو على رجلة تفو يا خويا المغاربة كي دايرين ما فيكمش رجلة اما والله يا دين امو اللي جلست تبارد عليا تما ويمشي المغربي يمشي يقتل راسو صاحبي ويمشي يقتل راسو ويكتب لهم انا ما تقتلت راسي حيت ما كاينش العدل ما كاينش المساواة وما لما كنتش تخلي لهم تارخة دي معاك شي مردة ولا دي معاك شي بوليسي شكون نيت نيت من دوك اللي طاغيين تكال على دين امو تكال على راسك صافي كتا غادي غير ها واش تشوف كي تبقى من موراك افلان وتا هما تا هما يولي يقول لك هادو راه ولاو كيديروا لنا في شكال هاد الشيء راه نتقادى والله يا وليدي تولي تدخل الاداره تيولي يديروا لك الهاه بالزربه شنو بغيتي ولكن انت اللي قابل للرشوه انت قابل يديروا فيك ما بغاو يديروا لك الخضره يديروا لك كل شيء اه انا مقلب كي حسبي الله وغني من الوكيل وديك الهراج وجهك في فيسبوك وحائط المبكى وصافي وشويه غادي تنسى كل شيء باش تمشي تجيب لك هنا لي دوكيومونتير هذوك لي دوكيومونتير الخوت مساله ديال لو فرونسي مال فرونسي الى رجعتو غير واحد شويه علاش دابا الناس بزاف كيجي كيقول لك ترجم لينا خي تشفي الفرونسي مع العلم ان راه كاين واحد دوكيومونتير درتو هادي يومين ثلاث ايام ديال المغرب اللي كان في 72 كانوا لي جون كلهم كيديروا بالفرنسي علاش كان تعليم كان تعليم واخا عمومي كان كيعلمو ملي جات لارابيزاسيون علاش باش ما تقراش ممكن ما تمشيش طالع على اش كيقولوا الصحف ديال برا والكتب ديالو ها هو كيجي دوكيمونتير ديال والو كتوحل فيه كتقول لي انت شفين ترجموا لي انا باش نترجموا لك مشكله اخويا عندك تصحابك ترجمه راه سهله راه ماشي سهله لان كل حاجه كتاخذ وقت والوقت راه سي ان ترافاي يعني راه ماشي راه هاد الفيديو تدير والو والله خويا راه تما تفني حلوف الا شحال مره كياخذوا لي 8 سوايع 10 سوايع ابتداء نقلب لك على الموضوع انا نبدا نصور كاع على الموضوع عندي نصور ياك حتى تمونطيه تحيد من النطق تاع داكشي اللي ماشي هو هذاك وتابلوديه حتى تمونطيه وتجمعو وعاد تابلوديه فسميتو صار قلب لي على العنوان ولي طاق ورا سميتو هذا الفيديو دو غي اما كاين الفيديوهات اللي 25 يومين البحث الذهاب وديك المسائل الاخرى والله يا خويا 25 يوم البحث وعندك الفم اللي تجي تقول لي راه دسان شي واحد على انت ملي كتخدم وكيجي يسد تجي تسبني هنا مخلصينكش انت جاي حبا تسبني وانت يوميا ساكن عندي في القناه قبل ما نلوح الفيديو كدير ليه ديسلايك ها ما تحشمش صاحبي والناس اللي كتجيب لك الحقائق خليت فيها ولادي ولادي مخليهم فيها الله يرحمكم انا خصبكم الاعدام قطع الراس لا نتوما ولا دوك لي بيدوفيل ها يقول لي شي واحد لا تاش فين ديك اللعبه لا لا خا هاد القنس
شي داكشي اللي كنهضروا عليه. من بعد راه خاص ما توصل ديك من بعد تتنقي البلاد من هاد الجنس والعياشه وهاد الشيء كامل الا بغيتي توصل لذاك الشيء، لان راه دائما غيديروا لك مشاكل وعراقيل. وسير قرا على الثورات اصاحبي، الثورات المضاده وشنو كيطرا باش تفهم بان راه عمرنا ما غنتعايشوا معها مع العياشه. دير البركة هاد المساله، راه اما هو اما حنا، عزل فيك ولا فيه. وحيدوا لنا ديك العاطفه اللي خديتوها من الدين بزاف وليتو دايرين كل البوطانات اصاحبي. كثروا فيكم الافلام اللي وعلموكم الافلام الهنديه من الصغار والمصريه والتركيه يا وداك. حيد من قد الشيخ انا وفيق، شوف الامور بجديه وبنظره واقعيه. معليناش هادشي سميتو، بغينا ندوز حاجه اخرى راه باقي ما يتقال جو بونس. ها هو السبيطار اخويا، شو قداش؟ اشوف خويا السبيطار قداش. احنا غادي ندخلو نشوفو القرار شنو فيه تا هو، لان ها الجامع فاش كيتبنى. ها هو هادي التصويره الوحيده اللي لقيت، راه عمركم ما عارفين. يلاه مكنبخلش عليكم بالتصاور الخوت، راه كنمشي لجوجل كندير جبد من هادي تتهضر ون دي فوا كاع كيكونوا بزاف كندير لهم مونتاج. هنا راه ما بقى حتى حاجه كيخرجوها، فلوس راه خارجه واصلهم مي هضرين معاهم باش مي حيت عارفين باش عارفين غنخرجوا لهادشي. ها هي ديك اللي هضرنا عليها، فهمتيني. نشوفوا هنا هادو لي بروجي. ها تا لو غودي ماروك محمد سيس فيزيت لو شونتي دو كونستركسيون دوبيتال، 160 مليون دو درهم، 160 مليون دو درهم. وترى الحماقة صاحب، و 160 مرة 100 مليون مغربية. وترى الشعب تشبني ليك، هادشي راه داير 12 مرة، راجي 12 مرة 160 مليون ديال الدرهم، 12 مرة سميتو بوكلي بالكحل، 12 مرة الجوامع، 12 مرة القرآن، 12 مرة السونتر دو فورماسيون، 12 مرة في كل من هي دولة. ها انت ها هو فيلونسي اهوتاغ 160 مليون دو درهم، ياك ولا لا؟ سي لا فونداسيون محمد سيس، هذيك لا فونداسيون محمد سيس راه دارها باش تخلع على باباكم. كيجمع من الملعقة من الشركات من كل من هي حاجة حتى من الصندوق ديال كورونا. ها ويدي يهرب، يدي يهرب وليتي كتسعى محمد السادس ودي تهرب. زوينة يقولوا لي أنا مول الصينية، أنا اللي مول الصينية، انا كندير لهم الصندوق ديال كورونا وكنطحن باباه وكيطحنوا شركاتي. باز ليكم اصاحبي، الله يرحمكم الى العياش الا خصبوكم المقصاره نتوما ولي بيدوفيل. تحط العياش والبيدوفيل بجوج هادو واحد حدا الاخر، فهمتي؟ كاينش الهضره، كاينش الهضره، ولا سيما العياش شي مازال البيدوفيل خاصك تدقق معاه واش فعلا بصح هو ماشي هو. شوفوا كيفاش اعطب ليها خو داك الجهاز ان شاء الله. العياش الفو تعرفوا عياش صافي من تما المقصاره، ما كاينش الهضره، كاينش الهضره غير هكا هو محكوم غير ريان. وحتى فين ما تلقاوه العياش وعلى قمه يبقى عبره اللي داز يشوفو. حنا ما بغيناش العياشه فيها، ما عندنا ما نديرو حتى شي عياش، حتى العياشه ديال الجمهوريه ما عندنا ما نديرو بهم، حنا بغينا الناس الاحرار صافي. تا واحد ما سيدي حتى شي واحد، انت جبت خلق اخويا هات سيتوي ان اونغ دون لا كوم اوتا اوتا من جوجل بار ساتيليت. باقي بعيد داكشي خصو لي ميزاجور باش يبان لك هادشي جديد، ولكن غادي شي نهار نمشي ليه ابلات. سيرو خلصوا جوجل تاو قولوا ليه ما تبيعش لي طرافو دو كونستركسيون. ها هو تا هذا 1000 ولادة في العام، فيه 3 هكتارات، 4 ديال لي سان دوبيراسيون، 4 وكازا ما فيهاش سبيطار، ها كورونا الأكسجين، ها كازا كلها. وا وا صعب، ولكن أنت أخويا اللي ساكت، أنت اللي عاجبك الحال المروكي، عاجبك الحال. ها أنت 1000 ليسونس ولادة في العام، 6000 كونسلطاسيون ديال الجينيكولوجي في العيالات، 12000 كونسلطاسيون ديال الدراري الصغار،
فدابا تقول لي يا خويا واش هادشي ما محتاجينش حنا في المغرب؟ عفسر ليا واش هادشي حنا عندنا الفائض منه؟ اي المهم لا بليبار دها حتى انا هو كوناكري الكومبلكس فيه 21 فيليير بحال الاخرين ماشي غير فاسونتر واحد دو فورماسيون هاد لي فيليير ديالو داز تقري فيهم يفورمي فيهم يفورمي في البيرسونيل ديال الادويه والاطباء وداكشي وهادشي راه كيتخلص عليه من المغرب وغيبقى يفورمي ويبقى يخلص عليهم الائمه حتى هنا 3000 امام هذا يجمع في الائمه من افريقيا ومن جميع الدول فهمتي وراه ما كانش كاع المغاربه يصدرهم ويجيب لك شعب اخر يجيب لك الافارقه على الافارقه باش ندخلوا علاش الناس ديال توالقه كحل الخوت راه ماشي مغاربه الاصل ديالهم راه كان دائما كيمشي يجيب لك العبيد من افريقيا يخليو ضاربو ولاد البلاد راه هذا راه ولادهم تعلموا العربيه بالدارجه وداكشي لا ما 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 لا 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 راسك حلا ماشي المغرب المغرب فيه الامازيغ الامازيغ صنمرين شويه فيهم اللي بيضين فيهم اللي سميتو ولكن راه ما كاينش لا راسك حلا لا راسك حلا راه افريكان ديال افريقيا هو اللي كيمشي يجيبو غادي تقام ب 65 مليون ديال الدرهم 65 مره 100 مليون اه كسلاقه تعرف نزكم يدوم الاخرين وقلت انت اخويا ما تشارجيش لينا واحد 50 درهم 100 درهم من الانترنت كتبقاو خلاكم كتسعاو صاحبي المغاربه كيسعاو لا في بلادهم ولا في بلادات الناس حنا براسنا حنا كندوي معاك حنا ما حناش مجلجينا نهار الاول اوروبا قلنا لهم خذونا لله خذونا هكاك علاش جاو المغاربه كاملين جايين للخارج زمان اليس لتحسين الوضعيه الاجتماعيه ديالهم انا براسي كندوي معاك واش كنت غنولد ثلاثه الاولاد كون لقيت في المغرب ما بقيتش نولدهم ما ولادش خصك تكون حمق باش تولد في المغرب ترى راسك بوحدي وما زطرتيش وعاد تولد الاولاد تعذبهم معاك ما عرفتش اخويا كيفاش كيجي بنادم ولاد ويدير 15 مليون دو ديرهم لاسيستونس تكنيك لو اف بي 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 تي bâti sur une superficie de 3,2 hectares, les travaux de construction de centres de formation professionnelle finiront en 2017. Plus ou moins la même chose فهمتيني؟ أو لو ماروك فينونس لا كونستركسيون دان هوبيتال مير أونفون كون أغري، كاع لي زوبيتال مير أونفون أكثريتهم بناهم محمد السادس، 12 في إفريقيا، في كل دولة، كل دولة فيها واحد، وراه ماشي سبيطارات صغار، راه تسناو هادي السبيطارات، راه بحال اللي قلتي السبيطار السويسي ديال الرباط، راه بحال هاد الشكل، هادشي كاع هادشي الناس كيدير لهم، راه كل واحد والبلان ديالو في شكل فهمتيني لان ما داروش نفس البلان ونفس الديكور ونفس سميتو ياك اخويا زوينه هادي وانت جلست تموت في بلادك ها هو سي توجور سا 86 فراش فيه اكسترا اكسترا دو مليون يسيرس هذيك عاد دغيا يدير لهم حتى السكن حتى هو قريتو في واحد البلاصه فهمتيني وغادي يدير لهم الضوحه والسكن الاقتصادي وكيف قلت لكم 100,000 طن ديال الفوسفات فهمتي هادشي اللي كاين جو بونس فان دو سيجور غادي تقرا فان دو سيجور ديال محمد سيك كوا محمد سيس اكوناكري بليزيور شانتي اوفير ا لا غيني يعني الشواط ديال هادشي لي شانتي اوفير كادويات اباز المغربي كيفاش مازال ساكت اخويا وبس لك الشو ما الشو تتعرجي وذاك ما نعرف كيف يخوروا فيك تتا ولا ما عاش مازال وترى وانت كتمشي فيكم المناظرين والمناضل هنا اش علاش ما كتهضروش عليه ها ترى واتكم ماشي فلوسكم هادو وتصور معايا دابا في الوقيته اللي كان خاصو يبني هادشي في اليوم في المغرب كون بناه في المغرب كون راه دابا اليوم ما عندكش مشكل ديال كورونا تجي كورونا ولا تجيبوها اللي بغا يجي السبيطارات موجودين الناس كتداوى الناس كتهادي
لا يحيدوا لك انت ويدير الاخرين وانت انت كنطلبوا سيدنا بغينا سيد تفو تفو على الطلبه وعلى اللي كي يخ على شي ما علموكم في حياتكم اصاحبي شنو هي هنا عاوتاني لا سي دون سيت ها le président Rodeur, effectivement, on veut des mosquées. C'était la mosquée, où on travaille un air, tout travaille un air, tout. C'est toujours la même chose. Marquis, tu vois, dit Marquis, il n'est pas le chôte. Voilà. Hada, Khoya, Smito, coopération solidaire entre Smito. Ah, les partenaires stratégiques de Royaume. المهم راه قلت لي سكي اونكو قلت لي راه دقاه اللي هو مهم صافي خويا تحيه للخوت وهذا هذا البلاد كي كلها فوضى خلاها علاش انا ممكن هاد الشباب خدام ودرتي لي لا كرياسيون دون بلوا فين يخدم دابا عرفتي شحال من البوست ديال الخدمه كريا لهاد الدول الافريقيه في كل بروجي ها وهذا الشيء اللي تافيستا في افريقيا شي والله كنت افيستا في المغرب كره الشباب ما تلقى حتى تولي تقلب على الناس اللي فين تخدمها حتى تولي تقلب على لا مان دوفر على لي سبيسياليزي فهمتيني ما غير ما كانش اوتوماتيكمون بلا ما يكون عنده فلوس حتى الا بغى بنت تشاهد راه هذا الشيء عادي نمشي عندي من هذوك ونمشي ندبر على وحدها ولا ها ما يمشيش لدري صغار يقتلها ما يمشيش يدير هاد المصائب الكحله اللي كنسمعوا ما تمشيش بنت صغيره هي عندها 14 ولا 13 تخطف ويدي ويسد عليها فشي بلاصه يدوزوا عليها عشتي هادو كاملين انت محمد السادس المجرم هو سبب المعاناه ديالها ان كون درتي الناس فين تكون بغض النظر على القضاء اللي ها هو جا نهضروا عليه حتى هو واش حد قال دير لنا ديك اللعبه ديال الولد راه جا الولد ها وهذاك القضاء اللي فاسد هذه السنين شكون اللي فاسدو انا وقتاش غادي تنوض لذاك القضاء حتى هو وتنطي تن تتحرجي تحرجوك علاش لان الفيسبوك واليوتيوب راه سلاح فتاك الخوت اخسر ما عرفتوش ليه والله ما عرفتو ليه فهمتي انا كتبقاو كل واحد شاد في ما نعرفين اما كون شديته في حاجه وحده وتسقطوا هاد النظام الله خايدي لي تطلعوا عليه وهي راضينا صاحبي بعد تنوض قضاة في قضايا فساد حزب سياسي يلتمس من الملك التدخل لتطهير قطاع القضاء واش خاص حزب هو يطلب من الملك تدخل من القضاء حتى هذه راه خدمتك لان راك رئيس المجلس على القضاء ياك ولا لا وانت من تعين القضاء وانت من تقيلهم وكيفاش هاد القضاء كله فاسد ها واش ما عاد فسد ليهم هادي 20 عام وزياده فيك تاسي ياك متى هو نديرو ليه والله كما نرجو من القضاء ان يصلح راسه براسه ولا ما عرفتش يمكن تقول كنت هادي القضاء كله فاسد علاش لان انت اللي فسدتي البلاد انت ما عندكش اصلا غير لا على هاد البلاد ولا كتبغي هاد البلاد انت كتبغي ترى هاد نفسك كنت في الصحراء الصحراء انا ما بغيتش هو الصحراء هو بغي الصحراء المغربيه الترارات ديالها مغربيه وماشي تا مغربيه بمعنى ليه هو حتى هي غنيه بالديامون والذهب بزاف الحوايج ها انا جاي لك الرباح اللي كتقول لهم الغاز كاين غير واحد الشيء شويه منه وان الدوله المغربيه راه هي خلصات هو راه العكس نتوما جالسين تاخذوا في الفلوس من ساوند انرجي سير قولي لها تاي عاوتاني تخربق السيطات وتخربقت فهمتي انا غادي نجيك نوريك هادشي شويه الغاز كيديروا في المناظر يشربوا واقيلا انا تهضر على حقك هذاك المغربي راه ما عندك حتى شي حاجه على علاش تعول لا نخبه سياسيه او نخبه مثقفه راه بيع الماتش بيع راسها عندها المصالح ديالها مع النظام قضاة ولا اللي غينوض يدافع على استقلاليه القضاء ولا راه ما كاينش راهم مغمسين في الفساد علاش لان في الفساد في عام عامين غادي يدرك داك الشيء اللي ما غاديش يدركو في 40 عام هو خدام نورمال راه ما عندك حتى شي حاجه خويا مغرب
نوض نوض نوض، تهضر على حقك الا بغيتي شي نهار تلقى فين تكون لا انت ولا ولادك في المستقبل. بقيتي هكا راه هكا غادي تبقى كتسع والله تيردك قواد، راه ربك قواد بيسكو وليتي كتشوف خواتاتك وخوتك يمشيو معاه ولعائلاتهم حجات وقالة ما تقالة قلقالة هما اكبر قحبات. سمع كامل احترامي نقولها لك، ماشي كلهم طبعا، كاين بنادم فيه وفيه، ولكن راه شلنا هادشي بزاف عائلات وتشوفهم الصلاة والعبادة وقال الله وقال الرسول يوصل العصر يقول لك سمح لي غنمشي نصلي العصر ونوصل المغرب يوم يوصل الوقت مع عمر وقت سيدي ولا هما كيصوموا هي في حدا حدا سيد النبي، حيت ما كاين علاش هما الصيام في دول اخرى ولا في المغرب ولا في سميتو فداك الشيء كيعطيو سبع الزهر. تحياتي لكم الخوت والى الفيديو المقبل، شكرا.